السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم دلوقتي عن الجول بروجرامينج. وكنا آخر حاجة قايلينها في الفيديو اللي فات اللي هي الكونسترين إزاي كتبناها والدي ودي أو. في جزئية كتبتها بعد ما قفلت الفيديو اللي فات اللي هي النون نيجاتيفيتي الإكس والإس والدي. الدي عشان بحكم إن هي أول مرة تظهر في المسائل ديت السيمبلكس وكده، ففي ناس كتير تنساها، فيفضل يعني تهتم بيها شوية بحيث إنك متنساهوش. الجزئية التانية إن شاء الله هي أوبجكت فانكشن. الاوبجكت فانكشن في اي مساله ثانيه من السيمبلكس كانت عباره عن ماكسمايز مينيمايز، اللي هي الحاجات اللي هو مثلا شركه عايز تعلي الربح فبتبقى ماكسمايز بروفيت، اللي عايز تقلل الخساره مينيمايز، هكذا بالمنظر دوت. اما بالنسبه للجول بروجرامنج بيبقى الشركه او الشخص او الاونر دوت حط هدف او هدفين او ثلاثه على حسب الاهداف اللي هو حاططها، غير الماكسمايز والمينيمايز البروفيت والحاجات ديت، يبقى حط اهداف محدده نوعا ما اكتر. زي ما في المساله دي عندنا عامل ان هو يوصل البروفيت ل 100,000، لازم يوصل البروفيت ل 100,000، المكسب الشهري عايز يوصل ل 100,000. والهدف الثاني اللي هو حاطه ان هو قلل الفينشنج تايم باقصى قدر ممكن. فديت بالمنظر ديت اقصى حاجه هو طالبها، ان هو مش عايز يقلل المكسب عن ال 100,000، ومش عايز يخلي وعايز يقلل الوقت الانتظار في الفينشنج تايم. لو بصينا هنا الحاجتين اللي احنا بنعرف نأثر عليهم في الجول بروجرامينج اللي هي دي، اما الدي يو يا اما الدي او. الدي يو دي او هي الحاجة الوحيدة اللي ان احنا هنستخدمها في الاوبجكت فانكشن في الجول بروجرامينج. وفي مسألة زي دي هو طالب عايز يوصل لل 100,000، يعني هو لو وصل لل 100,000 هيكسب، لكن لو قل عن 100,000 هيخسر، فهو لازم يوصل لل 100,000. لو زاد عن 100,000 خلاص دي ما عندوش مشكلة، بس شرط ان هو ما ينزلش عن 100,000. فعشان كده احنا بنقلل الخسارة بأكبر قدر ممكن اللي هي الديو. وانا عندي هنا مينيمم ديو وديو واحد، فانا بحاول اقل معدل الخسارة بأكبر قدر ممكن. فزي ما وضحت قبل كده لو المكسب زاد عن 100,000 ما عنديش مشكلة، بس لو المكسب قل عن 100,000 هيخسر جامد. فعشان كده انا بشتغل ان المكسب ما يقلش عن 100,000، مش ان المكسب يزيد عن 100,000. فديت تبقى السبب الرئيسي ان انا بشتغل على الديو مش الديو ومينيمايز بالتاكيد. يعني بعد كده هحل المساله عادي جدا زي ما اي بحث زي ما احل اي سيمبلكس تاني. عندي سي بي اكس بي، عندي هنا اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة اس واحد اس اتنين اس تلاتة دي او دي او واحد دي يو واحد بي وسيتا. ليش بس المكان ما عملتش حساب ان المكان يبقى بالمنظر دوت، مش مشكلة. عموما القيم دي كلها معروفة ازاي هتتملي زي اي سلسلة سيمبلكس تاني. والحتة هنا هتبقى برضه دي كلها هتبقى صفار ما عدا بس الحاجات اللي احنا كتبناها في الاوبجكت فانكشن، وكذلك تبقى السي بي على حسب ما احنا هنحددها. وهتحل عادي جدا زي اي مساله سيمبلكس عادي.